بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية خلوني أرحب بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأرحب كمان بكل الشخصيات العزيزة جدا جدا اللي الواحد النهاردة الحقيقة سعيد بيها وموجودة في بيتها وفي مكانها وسط عائلة النادي الأهلي. الحقيقة يمكن النهاردة قبل ما أتكلم في أي حاجة عايز برضه أتذكر نجم كبير جدا سمعنا عنه، أنا ما اتعاملتش معاه بس سمعت عنه وتعلمت منه من الحكاوي اللي عليه، اللي هو الملعب اللي انتوا فيه النهارده ده، ملعب محمود مختار التتش، ملعب النادي الاهلي باسم رحمه الله عليه محمود مختار التتش. الحقيقه يمكن انا بشكره وبشكر اسرته كريمه كلهم، لان فعلا المفروض يفخروا بوالدهم رحمه الله عليه، لانه اسرى وساب قيم ومبادئ كتير جدا كلنا اتعلمنا منها. النهارده احنا من الايام السعيده جدا جدا في حياتنا. اعتقد من الايام التاريخيه اللي انا متاكد ان كلنا سعداء بيها، كلنا فخورين بيها. قبل ما اتكلم على النجمه كمان معالي المستشار علاء الدين فؤاد، انا كنت معاه دلوقتي وزير المجالس النيابيه، بشكره جدا ومش عايز اقول هو انتماءاته ايه، لكن انا بشكر، انا حسيت على طول طبعا، فبشكره جدا لوجوده معانا في وسطينا، ربنا يكرمك يا فندم. النهارده الاهلي مع حدث تاريخي، حدث اعتقد كلنا سعداء بيه، فخورين جدا بيه. قبل ما اتكلم على الحدث نفسه وان احنا فكرنا كمجلس اداره نفكر ازاي في الحدث ده، عايز الاقي كلمات اشكر بيها ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى الحقيقه مش لاقي الكلمات المناسبه اللي هنشكره على فضله وعلى نعمته، لان الحقيقه كرمنا كرم كبير جدا جدا يعني. كمان عايز اشكر كل الاجيال السابقه اللي ساهمت بجديه وبقوه في نجوم الاهلي العشره. كمان مجالس الادارات المتعاقبه بشكرهم جدا، كلنا بنسلم بعض، كلنا مراحل، كلنا هدفنا واحد بس هو النادي الاهلي، ولكن اول نجمه النادي الاهلي حصل عليها سنه 1982 كان بقياده مجلس اداره بقياده الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه، ثم مجلس الكابتن حسن حمدي الحقيقه اللي هو اضاف نجوم كثيره من النجوم العشره. حسن الحقيقه يعني بالنسبه لي زمايل الملعب، تزاملنا في الملعب، تزاملنا في الاداره، وانا سعيد جدا جدا بالفتره اللي قضيتها مع الكابتن حسن حمدي في اداره العمل والاداره المؤسسيه اللي احنا تعلمناها وتعودنا عليها في النادي الاهلي. كمان الجيل الحالي اللي كان معانا دلوقتي دولت لعيبه رجاله اتعرضوا لضغوط كثيره جدا جدا الفتره اللي فاتت، اتعرضوا لحاجات كتير جدا، لكن ثبتوا واثبتوا ان هم نوعيه وشخصيه قويه جدا، ان في كل الظروف اللي هم تعرضوا لها بيحققوا ارقام وانجازات سواء على المستوى المحلي او على المستوى القاري أو على المستوى العالمي. ويمكن حتى الأغنية اللي سمعناها من شوية الحقيقة يمكن يعني بتذكر كده بعض كلماتها، سلمة بعدها سلمة ومرحلة بعدها مرحلة، كلنا بنسلم بعض. في النهاية الرجالة دولت إن هم فعلا رجالة، واتقالت حتى في الأغنية جابوا وصفوهم بالرجالة اللي هم فعلا بهذا الشكل. مش عايز انسى الشكر لكل الجهاز الفني والاداري، كابتن سيد، مستر عثماني، جميع الجهاز الفني والاداري والطبي وجميع العاملين اعضاء الجهاز حتى العاملين غرف الملابس وصيان الملعب. الكلام ده بيحط علينا مسؤوليه كبيره جدا يا رجاله. اللي جاي مسؤوليه اكبر، واللي جاي تحدي اكبر، واللي جاي
انتوا تقدروا تعملوه وتقدروا تضيفوا حاجات تانية كتير، وتقدروا كمان تكونوا نموذج لزمايلكم اللي قاعدين وراكم دولت، اللي هو الشباب بتاعنا اللي هو جاي اللي هو وراكم. ازاي انتوا بتتركوا في نفوسهم اثر طيب، تتركوا في نفوسهم اثر البطولة وكيفية الحصول على البطولة وكيفية اللعب بروح الفانيلا الحمراء. ده مسؤولياتكم اللي جاية، انكم انتوا تضيفوا حاجات كتير وتعلموا اخواتكم الصغارين ان شاء الله والاجيال الجاية تعلموهم حاجات كتير جدا. اثناء الرحلة النجمة العشرة دي سافرنا كتير، سافرنا هنا وسافرنا هنا، سافرنا كتير. وفي الحقيقة عايز اشكر جميع السفارات اللي احنا زرناها خلال الفترة اللي فاتت. كنا حريصين ان احنا نعزم او ندعو السفراء الافارقة البلاد اللي احنا رحناها خلال النجمة العشرة. بعضهم موجود معانا، بشكرهم جدا لحضورهم. ولكن السفراء بتوعنا المصريين اللي عايشين في البلاد اللي احنا زرناها، الحقيقة معانا من قبل ما ننزل من الطيارة في ترتيب، في التزام، في يعني خدمة النادي الأهلي. معلش أنا بقول كلمة خدمة لأنهم عملوا كده فعلا، الناس ما سابوناش لحظة، الناس وفروا كل حاجة في كل بلد. الكلام ده مش هيجي إلا لما يكون عندنا مؤسسات قوية، مؤسسات وطنية كبيرة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أرجع بقى للجزئية مهمة جدا، وهي إن أنا ببارك لجمهور الأهلي العظيم وبشكره لأن هو شريك، هو شريك في كل نجمة إحنا خدناها. الجمهور الوفي، الجمهور الواعي، الجمهور اللي معانا في كل خطوة، اللي في ظهرنا دايما. بقول لهم كمان إن إحنا كان نفسنا تبقوا معانا، ولكن لظروف كورونا ربنا يسلمنا جميعا منها ويسلم كل الناس منها والاجراءات الاحترازيه. اتمنى تكونوا سعداء وفخورين بناديكم من خلال مشاهدتكم في شاشات التلفزيون، شاشه قناه النادي الاهلي. انا بشكرها. كمان مش عايز انسى الحقيقه القائمين على الحفل. الاداره التنفيذيه قياده الدكتور سعد شلبي، مع كل، مش عايز انسى حد، كلهم على مدار الحفلة دي اتكررت من 4 أيام بس ميعادها. الناس ما بتنامش. وأنا الحقيقة يمكن جيت لهم امبارح الساعة 1 صباحا، جيت هنا الملعب. الناس ما حدش فيهم بينام، بس المهم في الإدارة التنفيذية بتاعة النادي الأهلي إن كلهم بيشتغلوا بحب للنادي. كلهم بيشتغلوا هم يعني سعداء إن هم بيشتغلوا في النادي الأهلي ومع النادي الأهلي وبيخدموا النادي الأهلي. فأنا بشكرهم جدا المجهود الكبير جدا اللي أنا شفته واللي انا لمسته كل لحظه منه. على فكره دي مش اخر حفله. احنا لينا حفلتين مع الشركه الراعيه، شركه برزنتيشن. احنا طبعا بنشكرهم جدا وسعداء ان احنا معاهم. لكن في حفله التاسعه وفي حفله العشره، هم اللي المفروض هم اللي بيعملوها. فاحنا منتظرين الحفلتين ان شاء الله، او حفله واحده ماشي، تسعه وعشره مع بعض، لنسعد بلعبتنا وجمهورنا.